ان شاء الله الحلقه بتاعه النهارده هي الحلقه الثالثه من سلسله الهوم اوتوميشن بورد. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا في اول حلقه عن مقدمه عن البوردات، الحلقه الثانيه ازاي تربط البوردات بالابلكيشن المصمم مخصوصا عشان يشتغل على اللوكال نتورك او الشبكه المحليه او شبكه الواي فاي اللي عندك في البيت. وده يعني ان باستخدام الطريقه اللي في الحلقه الثانيه مش هتقدر ان انت تتحكم في مجموعه الريليهات دي من بره المنزل او خارج نطاق الشبكه او على مستوى الانترنت. تمام، الحل في الحلقة دي، الحلقة دي طبعا موجهة للي محتاج ان هو يتحكم في مجموعة الريليهات اللي موجودة على البوردة من خلال اي مكان في انترنت، سواء كان شبكة الديتا اللي عندك على الموبايل، سواء كان شبكة انترنت تانية، يبقى من خلال انترنت، يعني الموضوع يبقى جلوبال. هنا لازم يبقى في سيرفر يتوسط الحكاية. يعني ايه لازم يبقى في سيرفر؟ في الاول انت كان مجرد بيتعمل لك اي بي ادرس، او الراوتر بتاعك بيخصص لك اي بي ادرس للبوردة بتاعتك او لموديول الاي اس بي 12 اي، بيتخصص له اي بي معين على من خلال الراوتر. الاي بي اللي بيتخصص له ده بيتم ضبطه خلال البرنامج وبيتم التعامل مع الاي بي. هنا بقى لازم يبقى في سيرفر او موقع هو اللي يبقى وسيط بينك وبين البوردة. يعني ايه الموقع ده؟ اللي هيتربط عليه البوردة وانت كمان التطبيق. لازم يبقى طبعا الموقع اللي بيوفر او السيرفر ده بيوفر لك ابليكيشن يبقى وسيط بينك وبين البوردة. طيب افضل حاجة ان انت تستخدمها او افضل منصة تقدر ان انت تستخدمها لعمل الحكاية دي هي منصة ريموت اكس واي. ريموت اكس واي بيوفر لك واجهة بتقدر من خلاله تصمم واجهة لابليكيشن ثابت. الابليكيشن هو ريموت اكس واي، تقدر ان انت تنزله من على الاب ستور وتبدأ ان انت تصمم شكل البرنامج. هنا على الويب سايت بتاعهم تبدأ ان انت تصمم الازرار، الانديكيتورز، الكلام ده كله، وبعد كده في النهاية ينتج لك كود اردوينو. تبدأ ان انت تاخد الكود ده وتنزل اللايبراري الخاصة بريموت اكس واي على الاردوينو اي دي اي، وتبدأ ان انت تحرق الكود وتنزل التطبيق من على البلاي ستور، وتبدأ ان انت تربط التطبيق بالبوردات او بمديول الاي اس بي بشكل عام. طبعا ده الموقع في البداية. طبعا وقبل كل شيء لازم ان انت تبقى مسجل دخول في الموقع علشان يحفظ لك اي حاجة انت هتعملها. هنا بتحتاج تسجيل دخول، احنا هنستخدم ميزة الكلاود سيرفر. ففي البداية اول ما تيجي تفتح الموقع هتلاقي رابط الموقع موجود تحت في وصف الفيديو، هتضغط ساين، هيقول لك اكتب الايميل والباسورد. لازم تكريت اكاونت جديد او تنشئ حساب جديد. مجرد ما تقول له كريت اكاونت هيطلب منك الاسم والايميل والباسورد والكود التأكيد ده، وهات كريت اكاونت، هيبدأ يعمل لك اكاونت وهيعمل لوجن، هيعمل تسجيل دخول بشكل تلقائي. بعد ما تعمل تسجيل دخول لأول مرة على التطبيق هيظهر لك الشاشة الحالية، هو عامل لك محاكاة لشكل الموبايل. تمام، وده التطبيق او ده مجموعة الازرار اللي انت هتبدأ ان انت تحطها من هنا. تمام، من على الشمال هتدرجها هنا في شكل التطبيق، وده اللي هيظهر في التطبيق في النهاية، ده اللي هيظهر في التطبيق العام اللي بينزل من البلاي ستور. يبقى انت كل التطبيق العام اللي هم منزلينه او التطبيق بتاعهم اللي موجود على بلاي ستور الهدف منه ان هو يبدأ ينفذ لك الكلام اللي انت بتعمله هنا على التطبيق، ومن خلال التطبيق يبدأ يربطه على البوردة من خلال الكلاود سيرف، من خلال الكلاود سيرفر، وتبدأ تتحكم في الريليهات بتاعتك زي ما قلنا من اي مكان في انترنت. زي ما احنا شايفين شاشة الموبايل كده بالعرض، احنا مش عايزين المنظر ده، احنا عايزين الشاشة تبقى بالطول علشان نبدأ نصمم التطبيق بشكل رأسي. فمن فيو كل اللي هتعمله الاورينتيشن هتخليه فيرتيكال، هتبص تلاقي الشاشة بتاعت الموبايل بقت رأسية بالمنظر ده. تعال نشوف ايه هو المحتوى. المحتويات، الاجزاء اللي على الشمال بتحتوي على ثلاث اجزاء. جزئية الكنترول هتلاقي فيها مجموعة الازرار، تمام كده، ومجموعة الاوبشنات اللي بيوفرها لك الموقع اللي من خلالها تقدر تصمم التطبيق بتاعك. تمام، الانديكيشن وهي الحاجات او وسائل الاشعارات بتاعتك، سواء عايز تعمل LED، سواء عايز تعمل الكلام جيج معين او الكلام اللي هو هنا ده اللي بتقدر توفره منصة ريموت اكس واي. تالت حاجة الديكوريشن، عايز تضيف صورة، عايز تضيف صفحة، عايز تضيف ليبل، عايز تضيف اي حاجة كشكل، يعني كديكوريشن. في النهاية احنا مش هيهمنا حاجة من الكلام ده كله، يبقى ده مش هيهمنا حاجة من الديكوريشن ولا الانديكيشن. احنا هنا عاوزين مجموعة من الازرار، كل ما اضغط او افعل زرار منهم يلقط لي ريلي على البوردة. هنتعامل مع البوردة التمانية تشانل
فهنبدأ نلقط الريليهات بتاعت البوردة 8 تشانل عشان ان احنا نتحكم فيها. طيب يبقى ده بالنسبة للجزئية اللي على الشمال. تعالى هنا بقى الجزئية اللي على اليمين، هتلاقي مكتوب البروبرتيز او الخصائص بتاعت التطبيق. هتلاقي حاجة اسمها configuration، هتلاقي حاجة اسمها موديول انترفيس، وهتلاقي حاجة اسمها فيو. في الكونفيجريشن ده من خلالها بتعمل كونفيجريشن للوسيلة اللي انت هتعمل اتصال بيها. انا عايز اتصل باي اس بي، عايز اتصل ببلوتوث موديول، عايز اتصل بايا كان، وايه المفروض ان انت تحدد الاردوينو اي دي ايه اللي هو الوجهة بتاعتك للبرمجة، وهتحدد الديفايس اللي انت بتتعامل عليه. تمام، المهم ده كله من كونفيجريشن. يبقى جزئية الكونفيجريشن دي اللي بتعمل منها اعداد للكلام اللي انت هتشتغل عليه. هتشتغل مثلا على الاردوينو اي دي اي ان انت هتبرمج من خلاله، هتشتغل على الاي اس بي 12 اي، ده الموديول الاساسي في البوردة بتاعتنا. هتشتغل على الواي فاي او ميزة الواي فاي او اللي من خلالها هتتوصل بالانترنت، شبكة الواي فاي بتاعتك بس. فده بالنسبة لجزئية الكونفيجريشن. جزئية الموديول انترفيس ده من خلالها لو انت هتستخدم السيريال مونيتور. طيب بالنسبة للفيو، ده شكل الباك جراوند او لون الخلفية، وزي ما قلنا ده الاورينتيشن لو عايز تعمل باسورد بحيث مش اي حد يقدر يخش على التطبيق ده او الجزئية دي، فبتعمل باسورد او بتحدد باسورد من هنا. طيب اول حاجة هنعملها طبعا بالاضافة لنيو واوبن وسيف وسيف بروجكت از، تقدر تحفظ التطبيقات اللي انت هتصممها من هنا من خلال مجموعة الايقونات وتستدعيها. طيب تعالى نعمل كونفيجريشن ونشوف ايه اللي هيحصل. مجرد ما تضغط بس على اي واحدة من دول، تاني هنضغط على اي واحدة من دول من الايكونز اللي ظاهرة دي. هضغط مثلا على البلوتوث، هيقول لي الكونكشن هنا هو بلوتوث، الديفايس هو اردوينو اونو، الموديول هو البلوتوث موديول، الاي دي اي هو اردوينو اي دي اي. هل احنا عايزين كده؟ لا احنا مش عايزين كده. يبقى هنضغط على الكونكشن، عايزين نشوف وسيله الاتصال ان هنعمل توصيل بيها. في حالتنا هنا احنا محتاجين الكلاود سيرفر، زي ما قلنا محتاجين نتحكم في البوردات من خلال الانترنت، يبقى لازم كلاود سيرفر، يبقى اختار الكلاود سيرفر. بالنسبه للديفايس هضغط على الديفايس واحدد انا هبرمج ايه بالظبط. طبعا احنا البورده بتاعتنا اكنها نود ام سي يو لانها مبنية على نفس الموديول اللي مبنى عليه نود ام سي يو اللي هو الاي اس بي 12 اي، فاختار نود ام سي يو فيرجن 2. تمام كده، نود ام سي يو فيرجن 2. بالنسبة للموديول مجرد ما تضغط على الموديول هنا عشان تختاره هتلاقي واي فاي اون تشيب، هنستخدم الواي فاي المدمج مع شريحة الاي اس بي 12 اي. تمام، بالنسبة للاي دي اي طبعا في منصات تانية تقدر تبرمج عليها او تاخد عليها الاكواد اللي هتنتج لك من هنا وتبرمج بيها الديفايس بتاعتك. طبعا احنا مش هنستخدم الاردوينو اي دي اي. يبقى احنا كده عملنا اعداد للاربع عناصر الاساسيه اللي من خلالهم هنقدر في النهايه ان احنا نتحكم في البوردات، او في النهايه هينتج كود مناسب لوسائل الاتصال دي. هنقول له ابلاي في النهايه. خلاص احنا كده لقينا في الكونفيجريشن كل حاجه احنا ظبطناها. هتلاقي هنا في حاجه مهمه جدا، الواي فاي كونكشن، علشان تتصل بالانترنت من خلال البوردة، لان ده هينتج لك كود في النهاية. الكود ده هتاخده تحرقه على البوردة. تمام كده، هتحرقه على البوردة. البوردة في النهاية لازم تتصل بالانترنت، من عشان تتحكم فيها من خلال اي مكان في انترنت لازم البوردة تبقى واصلة بالانترنت. تمام كده، فهتاخد الانترنت منين؟ عن طريق الواي فاي موديول المدمج داخل الاي اس بي 12. تمام كده. طيب الواي فاي هياخد انترنت منين؟ من شبكة الواي فاي اللي عندك في البيت، فانت محتاج انترنت عشان توصل البوردة بالانترنت. يبقى هنا هتكتب اسم الشبكة بتاعتك. تمام كده، انا هكتب اسم الشبكة بتاعتي وهكتب الباسورد بتاعها. طيب بعد كده بيقول لك اخلي لك الكلاود بتاعك بشكل مانيوال ولا اخليه بشكل اوتوماتيك. زي ما انت شايف مفيش اوتوماتيك هنا او مش متاحة، لان انت لسه ما انشأتش كلاود، لسه ما انشأتش توكن. التوكن يا جماعة هو الرمز او رمز الدخول اللي بتخش بيه على السيرفر. من الاخر انت عندك سيرفر دلوقتي هو الوسيط ما بينك وما بين البوردة، الوسيط ما بين التطبيق وما بين البوردة. السيرفر ده اللي التطبيق هيتواصل معاه علشان يبعت اوامر للبوردة او يستلم اوامر من البوردة. احنا عندنا هنبعت اوامر للبوردة. تمام كده، كل واحد او كل جهاز او كل موبايل او كل بوردة لازم يبقى لها حساب منفصل عن الاخر. يعني كل مستخدم على ريموت اكس واي هيستخدم خدمة الكلاود سيرفر لازم يبقى له رقم مميز ليه. تمام كده، زي رقم سري ليه على السيرفر علشان مش اي حد يعرف يوصل له غيره هو بس، ما ينفعش حد تاني يوصل للتحكم ده، لان قد تكون تطبيقات
حساسة او بتتحكم مثلا في حاجات في البيت، فمينفعش اي حد يوصلها غير صاحبها، فبتاخد حاجة اسمها توكن. التوكن ده عبارة عن رقم كبير كده مكون من خانات كتيرة، الهدف منه انه بيحجز لك مكان على السيرفر، وما تقدرش توصل على السيرفر الا من خلال التوكن ده او الرمز التعريفي ده اللي بيميزك عن بقية المستخدمين اللي على السيرفر. تمام. بالنسبة للبورت مش هتغير في البورت اي حاجة، انت كل الفكرة دلوقتي ان احنا هنختار السيرفر والتوكن. طيب كل اللي عليك دلوقتي علشان نكريت سيرفر هنقول له ماي توكنز. مجرد ما تضغط على ماي توكنز فتح لك شاشة جديدة، من خلالها هتقول له كرييت نيو توكن، هتبدأ ان انت تنشأ توكن جديد. الديفايس نيم اختار له اي حاجة، مثلا هوم اوتوميشن بورت مثلا، اي اسم، اسمه مميز فقط. والكلاود سيرفر هناخد الكلاود سيرفر بتاع ريموت اكس واي، هبدا اقول له كرييت، هيكرييت لي توكن اهو زي ما احنا شايفين. هبدا انسخ الرقم ده عندي، تمام، اللي هو رقم التوكن. خليك فاكر احنا مش محتاجين من هنا اي حاجه غير التوكن بس، هو كده كده هيخلي السيرفر اوتوماتيك او بشكل اوتوماتيك هيختاروا السيرفر ده. فهنرجع تاني للاديتور، تمام. اول ما نرجع تاني هيبدا هنا، طبعا بعد ما نسخنا التوكن، نسخ التوكن علشان هنبعته بقى نيجي نخش نعمل تسجيل دخول بيه من خلال التطبيق على الموبايل. لكن هنا في خاصية كويسة، بعد ما انت انشأت التوكن تقدر تضغط هنا وتقول له هوم اوتوميشن بورد او الديفايس نيم اللي انت اخترتها، هيظبط لك كل حاجة بشكل تلقائي ويحط لك التوكن بشكل تلقائي، يعني مش هتكتبه ولا هتنسخه حتى. فبكده نكون عملنا اعداد كامل للتطبيق، كده عملنا اعداد كامل للتطبيق او للعناصر الاساسية في التطبيق، باقي بس ان احنا نعمل تصميم لشكل التطبيق. انا محتاج ادرك 8 سويتشات هنا، فهدرك ال 8 سويتشات بسرعة. بعد ما تم ادراج ال 8 سويتشات زي ما احنا شايفين، سويتش 1 سويتش 2 3 4 لحد 8، هبدأ اضغط على اول سويتش علشان اظبطه. اظبطه يعني ايه؟ يعني مش انا لما بضغط عليه او افعله لازم يروح يتحكم في بن معينه على موديول الاي اس بي 12 اي، صح كده؟ فلازم اظبطه لما انا اضغط هنا مثلا اتحكم في الدي 0 على الموديول. لو جينا نبص هنا على الشريحه الرئيسيه اللي موجوده على البورده اللي هي الاي اس بي 12 اي زي ما قلنا، اهي البين اوت بتاعها بالمنظر ده، تمام. زي ما انت شايف الاطراف اللي متوصل عليها الريليهات هي الاطراف من دي 0 لحد دي 8، تمام كده. طبعا الاطراف دي مختلفة من كل بوردة للتانية. تعال نشوف التيبل اللي بيوضح انا موصل على انهي اطراف، او هتحكم او هظبط التطبيق على انهي اطراف او الازرار على انهي أطراف. زي ما هو باين في التيبل ده زي ما احنا شايفين، دي مجموعة الديجيتال بينز، تمام، من دي 0 لحد دي 8، دي الاطراف الجنرال بيربوس انبوت اوتبوت اللي بتوفرها شريحة الاي اس بي. البوردة الاتنين تشانل، التشانل الاولاني او الريلي الاولاني وصل على الدي 1، الريلي التاني وصل على دي 5. البوردة الاربعة تشانل، الريلي الاولاني على دي 5، اللي بعده على دي 6، اللي بعده على دي 7، اللي بعده على دي 8. البوردة الايت تشانل واصلة من دي 0 لحد دي 7. احنا هنتعامل مع الايت تشانل، يبقى انا كده هوصل كل البوتون من البوتونز دي من دي 0 لحد دي 7، تمام كده. هظبط الكلام ده ازاي؟ يبقى زي ما قلت لك الريلي الاولاني مثلا في الثمانية تشانل واصل على دي 0، الريلي الثاني دي 1، الريلي الثالث دي 2، وهكذا. فده اللي بظبطه من خلال التطبيق. هرجع تاني للتطبيق، مجرد ما اضغط على البوتون ده او السويتش ده هيبدا يظهر لي الخصائص بتاعه السويتش تحت في خانه اسمها element. الاليمنت اللي انا واقف عليه دلوقتي هتلاقي مكتوب الاسم اللي بيتكتب هنا سويتش 1، تمام كده، ان اون. لما بيظهر اون ايه اللي هيتكتب لي هنا؟ اون. لما يبقى اوف ايه اللي هيتفعل هنا؟ كلمه اوف، يعني ده بيتحكم في كلمه اون واوف، تمام. ده الشكل بتاعه ريكتانجلر، مستطيل ولا شكل بيضاوي، تمام. فهنسيب مستطيل زي ما هو. طيب ده بيتحكم في انهي بن؟ زي ما قلنا يبقى اول واحد دي 0 وهكذا. طبعا ممكن يتعمل تعديلات مستقبلية على البوردات ان هي يبقى اطراف التحكم مختلفة. في حالة ان حصل كده هبقى اعمل لكم ان شاء الله بوست على الفيسبوك اقول لكم فيه ان حصل تعديل على اطراف البوردات او الاطراف المتوصل على البوردات. بعد ما تخلص بشكل نهائي احنا كده انتهينا من التطبيق، هتقول له جيت سورس كود. مجرد ما تضغط على جيت سورس كود هتلاقي ده الكود اللي انت هتدخله في الاردوينو اي دي اي وتبدأ تحرقه على البوردة، تمام. بالنسبة لللايبراري او المكتبة،
مجرد هنا ما تقول له تضغط على انستول ريموت اكس واي لايبرري هفتحها في نيو تاب، ظهر لي الكلام ده. مجرد هعمل داونلود لاحدث فيرجن من اللايبرري بتاعه ريموت اكس واي، هقول له داونلود من هنا، هتبدا تفتح لي شاشه التحميل، هحمل اللايبرري. يبقى كده انا معايا الكود، الكود اهو، هبدا ان انا انسخ الكود علشان هدخله داخل اردوينو اي دي اي. هفتح برنامج اردوينو اي دي اي، محتاج ان انا اضيف اللايبرري اللي انا نزلتها على هيئه ملف زي اي بي، فمن هنا هقول له سكتش واقول له انكلود لايبرري واد زي اي بي لايبرري، اد زي اي بي لايبرري، وابدا اروح افتح الملف او اختار الملف اللي انا نزلته من على الموقع. هنا الحاله ان تم اضافه اللايبرري بنجاح. اول ما انت تضيف اللايبرري، طبعا اضفتها من قبل كده، بعد كده هبدا افتح او هبدا اعمل بيست لي الكود اللي انا نسخته من على الموقع، مش هعمل فيه اي تعديل. باقي هنا نقطه، هي نقطه ازاي ان انا هحرق الكود على البوردة.